بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. ما فاضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون لدلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصة الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد يا اخوانا. يا حبيبي يا ابني. كرابة؟ انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابقك على طول كده. تحكي لغات، تعالى يا كرامة. بلاش محن يا بنت، أنا ما أحبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا أم تعذر. أبوي أبوي. مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت على الساق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطالبة أكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلامة. شو مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شوق. لا اله الا الله، لا مؤاخذه. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب. والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا اتجدعاني كده وجيب لنا حتة عيل. مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها اللي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ انت بتعمل ايه يا خديجة؟ ألف ألف مبروك حبيبي، ألف مبروك، ألف مبروك يا بدران يا حبيبي، ألف مبروك يا معلم. ايش ابتسامة كده، رقصة، مزيكا، اللي قبل ها؟ مفيش زغروطة يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. أنا عارف إنه مش مزاجك، إنما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. أصلي؟ أمال لو عايز امهم كمان خدها. خليها الطلعه الجايه. يتوب علينا ربنا. معسل ده بتاعنا ودي حبه فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا.
حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انت عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. أدمج! مين اللي بعتك ده؟ مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ بس يا فندينا الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ نركي نركي رجعت. اقعد يا خلي بالك ومرحوب. ماشي يا فنديله. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه؟ فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه؟ ميرسي. ميرسي ايه بقى الحته هنا؟ ده البيئه كلها هيفتكروكي خواجاي ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس شاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي. ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلين في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تقوليش يا بنت مصاحبالك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت بتقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكس الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورد. صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم، انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت، وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوكي اسود، 5 ساعات؟ انت يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصل اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطرة. شغل ايه؟ اه الاسراحة دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري، يا امك لقرف اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطرة اعتبرني اتاخرت ساعة زيادة، مفيهاش حاجة يعني، عن اذنك. انت كنت بتفزح كل يوم. مش عارفني انا، توت مني انا، مش انا انا توت. ايه ده؟ اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس؟ انت عارفني؟ الله، انت خميس عارفني؟ انت بتسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجه دي الاول. طبانجه؟ يا طالما دي طبانجه بقى يا بنت الخال. امال انا بقول لك ايه من صغري؟ ده انت بسطول كنافه. انت شكران طينه. مش يعني يا جدع بالراحه، وطي صوتك. حطي صوتك، حطي صوتك. انت بتعمل ايه ده؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح، مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. انت يا عم خال ضايع، أول مرة أشوف خال فضيحة كده. ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجارة؟ معلش يبقى أنا شربت المفتاح. Ha ha ha!
انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ايه ده؟ ايه ده؟ الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شيخ. هو فاكرني ايه؟ عبدي من عبيد ولا صبي من صبيانه؟ انا المعلم هنا وكل حضر في الحته دي يشهد بكده. هو في حد يستجري ده وشريط بشام في البلد دي اللي بيزني مني انا؟ انطقوا! اوعى ايدك! انا يركب عليا عيل سيس زي شفاعه وديني لاكون خاربها على الكل وديني لاكون جايب عليها وطيها. بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك! انا مش عايز اروح. انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق. انا تعبان. تعبان قوي. هات ازازه تاني يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. تحسبني يا ايه؟ اضرب يا معلم براء، بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص؟ كلكم بقيتوا معلمين؟ ولا الصوت بتاعكم هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده؟ معاش ولا خلاص؟ وقدام الناس كلها؟ بس معلش. وديني وايماني ما انا معديها له المرة دي. وديني وايماني. لا اوريك يا روح. هوريك يا نوح من المعلم. انا ولدت يا نوح. انا ولدت يا نوح. سيبني انا. سيبني. 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 خلاص مش قادره، دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي؟ تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه ده؟ انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس بنقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعين عننا. خد انت كفايه عليكي نص حبايه بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ خلصي هادي. كرامادول؟ اه. انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. مساء الخير يا فندينا. ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكة انت دلوقتي. هحلي لك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟
هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقولك ايه، سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقولي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقولك بعدين. طب ما تقولي دلوقتي، تقولي بعدين ليه؟ بقولك ايه، سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقولي بقى وتريحني. علي ابن الميت لحربته. سعيكم مشكورة يا سعادة البيه. يا نار الجنة. بعد إذنك يا بيه. بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله. 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 يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ الله يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح ده ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه دي مولعه. مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على ثمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه وثمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى ثمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك مرة تقولي لي أنا باخدش حقي، ولما أجي أديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل أنت عايز تعملها لنا هليلة الليلة دي؟ هو في إيه؟ ما حرام عليك بقى وعديها، بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الأول. يا لهوي، شوف بقول إيه يقول إيه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده؟ طب خلاص، مش طايقة نفسي. حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك بشوقك. اهو كده يا معلم، يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انا ايه. طب خديني في حضنك حتى. اه يا نافوخ. ايه يا رمانه مالك؟ يخرب بيت شكلك يا بيسا، من ساعه ما اديتني البتاعه دي وانا دماغي هتنفجر. شنيور شغال وش في دماغي. بتاعتي انت ضربه حاجه؟ نص حبايه من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمه. طب على مهلك يا اختي. رمانه يا دكتوره. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. اموريني وانا اجيب لك اسطول دكاتره يبقى تحت رجلك، بس انت تقشري. انا تمام. احلى ازازه بعد مزاج نجوم الدلو واخره. ميرسي يا شلل. انا تحت الامر والطاعه، وريني كده. ايه مالك اتنفضتي كده ليه؟ ما احنا كنا كويسين. امرنا يا فندينا. شيل الزباله دي من هنا، عايز الترابيزه نظيفه. ايه ده، مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا ايه ده؟ اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجه. يلا اتفضل. معلش تعال اقعد معايا على الباب. انا مؤاخذه يا فندينا. يلا. ايه انت لازم تسيب بصمه في كل حته؟ خال. ايوه الخال. ده مجنون ده يا شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتور، انت محسود. روق. تعرفت السكة منين؟
البركة بشوق. لا إله إلا الله. مالك يا أخويا؟ مش بيقولوا اللقى نصيب؟ إنما إيه الحلاوة دي؟ قمر وأنت متعصب. توب علينا ربنا. أه ده خير. أه أه ده شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل الليله دي هلفطت سكارة، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عدي الليله. بس دي مش اصول برضو يا ملط. امانة الحركة دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابة يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. مانا الليله انضربت يا مالك. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. أمر بالسبب. رمانة. روق بس واشرب. فرفش كده. منور يا خال. تعيش ابو جمعه. صبعين دخان الخال يا الف. هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضى بروحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان مش عايز تقولي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله خلي بالك من نفسك. اسد. علينا ربنا. أنا من الحق أبو جمعة، لو تبنا ربنا هيقبل التوبة دي؟ طبعا ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني. يا راجل أمال أنت جمال يا راجل. مين ده؟ ده المطر. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ هو كان اخد حاجه عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجه؟ حاجه زي ايه يعني يا دكتور؟ معاك انت حاجه؟ ها؟ مفيش حاجه يا دكتور، ما تاخدش على كلام، اصله تعبان شويه. عموما واضح ان هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالاضافه اذا كان خد حاجه يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله. يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلم شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت اتبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكت يا بنت الدويه. اديني الحبايه.
سلامتك يا معلم. ألف مليون سلامة عليك يا أخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين وعين كبيرة قوي. خدتوها على إيه يا أختي العين الكبيرة قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزر. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام إزاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما أبقى أقوم. اصبر عليك أما تقوم. أما أقوم. دخلت هنا ازاي؟ زي ما دخلت السوق ونطرتك منه. وليه عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا خدت منك السوق، فاضل بيتي هاخده اللي انت سرقته قبل كده، وفوق ده كله هاخد فوق البيع عمرك. عاوز تقتلنا خميس؟ انت قدامك حل من اتنين ملهمش تالت، فكر. امتى انا تخرج من البيت ده بلبوصة وبزفة؟ امتى تخرج نايم على ظهرك وفي نفوخك رصاصة من مسدسي؟ تختار ايه؟ سبيل بس مؤاخذة سيد المعلمين. اللي جابك هنا؟ بقولنا بس يا ماما. مؤاخذة عريس. هو أنا جيت في لحظة شهاوة؟ كانت بس خلاص. بس ده بيتي يا خميس. بيتي. ومحدش هيقدر يطلعني منه. يبقى بسم الله والله أكبر. عيب يا خال. ده أنا أفندينا. مش على اخر الزمن واحده ست اللي هتوقع بيتها. الست دي تبقى مراتي يا خميس. ومرات الخال يا خال يوم ما عيني تتجرى وتبص لها فقعها بصوابعي. وهي هتتبلى عليك ليه طيب؟ عشان توقفني قصاد بعض الوقفه دي وتقش اللي طوله ايدها. صلي على يشفع فيك يا خال، صلي على يشفع فيك والنبي واسمع خلاصه القول. عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. بصريح العباره كده انا يعني هاوتها حبة على في دماغها. بس ليه؟ ليه؟ كان عندي مصلحة تخصنا كلنا. أنا كان كل غرضي إن أوصل لمرات براء النوح وأجيبها في حجرنا، خصوصاً إن شو بتقابلها عند الست بتاعت السحر والشعوذة اللي اسمها حنتومة. حتى أسألها أنا في البيت ده إيه؟ أنا عايز أفهم. أنت كبير يا خال، أنت كبير قوي، كبير العيلة وكبير البيت في السن والمقام. لكن أنا كان غرضي المصلحة، والله كان غرضي المصلحة. حتى الكردان ده كان عربون الشغلانة. من ورايا يا خميس. وانا ايه وانت ايه يا خال؟ ما احنا طول عمرنا واحد. هو انت يعني لو قصدت كرامة ولا حتى بنت الباشا في اي مصلحة هقفلك فيها؟ والبيت اللي على المحارة؟ بيت ايه اللي على المحارة؟ انا لا اعرف بيوت ولا اعرف محارة. انا اللي عندي قلتهولك يا خال وانت عرفني كويس. قلتولي بعد ايه يا خميس؟ بعد ما شفت وتأكدت انها عايز تضرب مفك ما بيننا. انا بقيت متأكد من كده يا خال. بس انا عارفك، عارفك كويس، وانت مربيني وحفظهالي زمان. حفظهالي فكرة يا خال. اوعى تدي ودنك لواحدة ست. اوعى يا خال، اوعى. يوه، هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ تفكرها هيان عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمه من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبتت مكانك في السوق، وعلى راي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا من ساعتها مش عارف اتلم على نفسي. الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الابره. هما اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟
كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. انا اخرج اشوق وهتسيبني لوحدي في اللوكان ده؟ انا عايز افك عن نفسي شويه اشوق. ماشي يا حبيبي فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي عشان عايزة حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسة الصبح. اتفضل يا فندينا اتفضل، ايه المفاجآت الحلوة دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش، قلت أسأل أنا. أصيل أصيل، أصل أنا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات إيه؟ القضايا اللي أنت شاغل روحك بيها والحوارات إياها دي. والكلام كله بتاخد منه ملاليم، وسايب شغلنا إحنا اللي بملايين. أنت عارف، يعني مصل حاجات كده يعني ما أنت. بالك يا متر، مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعض فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عش القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وتدلعها افندينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حاج. طيب الليله دي انا مزنوق في بدران. خص عليك، انت اتغيرت قوي يا فنجينا. خص عليك يا بنت، اتغيرت. الله يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مساميه. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب القكره هتتخلع في ايدك. وش يا بنت يلا بروضي القعده تكون ايه؟ بتقولوا سيب القكره؟ ما هو غاوي اكر. لا اصل ما خدش اكره الشهر ده. طبعا هتوس وش بشويه ميه عشان افوق. سمعت حاجه عن اللي حصل من خاله بدران؟ مظبوط صحيح، ما يجيبها الا. لكن تفتكر ان ضاويه ممكن تبلع طعم زي ده؟ تفتكر انت لو ما كانتش ضاويه بلعته كانت هتسيب شقه، قصدي الست شقق، تروح على رجليها. ايوه قول كده بقى، انت كنت راميني طعم كبش في ده. نجحت خير وبركه، فشلت يلا هي في 60 داهيه وخدت الشر وراحت. اخص عليك يا نور، قصدي يا معلم. لا انا ينقطع لساني قبل ما ينطقها، واحنا برضو نقدر نستغنى. انا بس نفسي المعلم ابو سنة يقدر الدماغ اللي احنا بعتناها. يعني ابويا يعني يقصد يقول ان هو كان متاكد من امكانياتك يا ست شوق، عشان عارف مؤهلاتك صح يعني، وعارف انك هتنجح في العمليه دي. من الاخر ممكن اعرف بقى يا معلم انت ناوي على ايه بالظبط؟ تحط ايدك في ايد افندينا وجيب لنا المستخبي. هنعيده تاني يا معلم نوح. اصبر يا ابو سنة، خلينا نسمع الراجل. وانت يا معلم لو حطيت العواطف على جنب وشغلت مخك معايا هنبلع السوق كله باللي فيه. افندينا خلاص هياخد الاستماره الصح، لانه حط رجله في عيش الضبابيه وقطع عيش معلمين كبار كانوا عايشين على البودره، ومعلمين تانيين كانوا عايشين على الحباية. صدق عليهم كل البيبان يا معلم ابو سنة، عمل خلطة براني وختمها باسمه، وبقت الحنفية في ايده، يفتح وقت ما يفتح ويقفل وقت ما يعوز يقفل. ده غير بقى المشوار اللي وصلنا له بتاع الست شوق، والمفك اللي اتضرب في الصميم بينه وبين الباشا. اسكت، مش انا اتكعبلت في مفك تاني كده بالصدفة وانا داخلة عندهم؟ مفك؟ فك تاني ايه ولا مؤاخذه يا ست شوق؟ قفشت افندينا مع انتهي، مستخبي جنب الفيلا ومش عايز حد يشوفه، وهي عامله لي مسطوره مغطيه وشها بطرحه سودا، بس انا قفشت الفيلا.
يعني عرفت هي مين؟ ضمنت كل واحد فينا ليه ماضي بيطارده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطارده تاني، وكل شيء بأوانه. اللي تؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. افتكر ونلبس. رومانا غلطت اول مره وسامحتها. انت عارف الغلطه التانيه عندي بقد روح. حصل ما عليك. مش عايز ابقى لها اثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكايه دي تحصل من غير دوشه ولا شوشره. عايز اغمض عيني وافتحها ما لهاش. الحكايه دي لازم تحصل بايدك من غير طرف ثالث. خلصت الحدوته يا رمانة. بح خلاص هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. أنا لو كنت خالية ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس إيدك عشان تقتلنا أنا وتسيبه. الأمر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مرض، إحنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، أنا مش هأذيكي. بس هتعملي يا رمان؟ هقتلك يا مرض. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. الجريمة تمت في منزل المتهمة، وطبقا للسادة في تقرير المعمل الجنائي بعد المعاينة اتضح ان في عدة طلقات وجهت للمتهمة موكلتي سابقة على الطلقة التي اودت بحياة المجني عليه. كما ان السلاح المستخدم والمثبت في محضر الضبط بيد موكلتي اتضح ان عليه بصمات اخرى اثبت الطبيب الشرعي انها للمجني عليه. يعني الحكايه كلها دفاعا عن النفس. سيد الرئيس، الساده المستشارين الاجلاء، السيد الزميل ابدى دفاعه عن المتهمه، ولكنه نسي ان المتهمه اعترفت في تحقيقات النيابه ان المجني عليه كان معتاد زيارتها في اوقات مختلفه، وذلك لكونه مدير الملهى التي تعمل به المتهمه. سيد الرئيس، سياده القاضي، اذا نظرنا الى ملابسات القضيه بل اذا دققنا النظر فيها سنجد إن الجريمة معكوسة. الوضع كله معكوس. القتيل مش ضحية. ولولا إن روحه صعدت إلى بارئها لكان مكانه الطبيعي وراء هذا القفص، ولوجب إعدامه بدل المرة ألف هو وأمثاله. وأمثال المنطق كتير. كان في زمان جملة بتقول كل ما تتزنى اقلع. فعلا مع الوقت ما بقاش نتكسف من حاجة ولا من حد. بقى الواحد فينا كل ما يتزنق يقلع. يتزنق في فلوس في مصلحة، يتزنق في نفوذ في سلطة في كرسي، يقلع
بيقلع هدومه وبيقلع ضميره وبيقلع حتى دينه، مبقاش يفرق معاه ساعتها انه بقى ملط، لانه فاكر انه هيتدارى بالحاجه اللي قال عشانها كل حاجه، مع اننا تقريبا بقينا كلنا ملط. خال جيت وقتك يا خال، وحشتني. اه خال، اه خال، يا ولا قوم قوم يا خميس، قوم يا ولدي. يعني خلاص كرامة طلع أصدق من كلامك يا ضويا، وطلعتي بتمشي. قوم يا خميس، حتى دي مخبيها عني. قوم يا خميس، انت أقوى من موت يا خميس. قوم، الموت مش أقوى مني علشان ياخدك مني. أنا شايف ابني يا عمو بيضحك لي من بعيد. قوم يا خميس، انت اقوى من الموت يا خميس، انت اقوى من الموت. ده انا ضاوية، انا اكبر من الموت. قوم يا خميس، قوم يا خميس، الموت مش اقوى مني. لا يا خميس، الموت اقوى منك. لا يا خميس، الموت اقوى منك. لا يا خميس، انت اقوى من الموت، انت اقوى من الموت يا خميس. انت انا قدك يا موت. انا ضاوية، انا ضاوية.